أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بهالفيديو الجديد. أنا هلأ بمطار رفيق الحرير الدولي متوجه للندن. خطرت ببالي خبرية خبركن إياها. مرة من المرات أنا وعالطيارة، من بعد ما يقدموا الأكل وكل شيء بيجي وقت المشروب، يعني قهوة، شاي، جوس، ودبع. فطلبت شاي أنا يومتها وحمالي بيشرب كل شوي والتاني. فضل آخر شفة شاي، أوكي؟ قاعد هيك أنا 10 دقايق ربع ساعة وحاسس إنه شو بعد في آخر شفة بالشاي، بكنز فنجان الشاي، أوكي؟ بمد إيدي هيك على الطاولة تاعت المقعد الطيارة وإذ بلاقي الفنجان القهوة اختفى. طيب يعني ما قولوا لي إنه خلصت الفنجان ولا لا، والمضيفات يعني دغري هيك بيشيلوا. أنا شخصياً لقيت هالشي كتير كتير مزعج، لأنه آخر شفة بكوم وفنجان الشاي كله بكوم. إن شاء الله ما يصير معي هلأ هيك لما أطلع على الطيارة. شو أسوأ شي أنتو حصل معكم هيك على الطيارة؟ خبروني وتحياتي لكم. نهاية الأخير لجميع المسافرين مع خطوط الجو